معانا دلوقتي صاحبك اللي بيبرق لما بيركز. ايمن اشرف، اهلا بيك يا ايمن، والف الف مبروك. اهلا وسهلا بك يا سهام، وطبعا بمسح على كابتن احمد رمضان. ايوه صوتك رايح، انا عارف. صوتك رايح، انا عارف رايح ليه. اولا انا عارف الزعيق في الملعب عامل ازاي، سيبك من بعد الماتش كلنا صرخنا وزعقنا وفرحنا، لكن انا عارف ايمن سردباك، ولما يكون الامور مش ماشيه قوي انا عارف الصوت بيبقى عامل ازاي يعني. طبعا يا كابتن، طبعا بمثل على حمدي فتحي، من احسن لعيبه في مصر في مركز الدار، من الشخصيات المحترمه بره الملعب وجوه الملعب، لعيب راجل من اللعيبه الرجاله. طبعا يعني زي ما انت كنت بتقول كده يا كابتن هاني، ان احنا المدافعين ورا ده الامور ما كانتش ماشيه كويس قوي الشوط الاولاني، فطبعا لازم بتحاول تشجع زمايلك اللي قدام وتشجعهم وتتكلم بصوت عالي. فطبعا الفرحه اللي بعد الماتش بتبقى يعني بزياده شويه يعني، بطوله عاليه مش بزياده، تستحقها يا ايمن، مش بزياده، الصوت بيروح بس. فلازم الصوت يروح وكل حاجه تروح الحمد لله. لا طبعا طبعا، انتوا قبل الماتش بكتير قوي، بوقت طويل قوي، عاملين حساب الجمهور وعاملين حساب يمكن الناس بره في الشارع كانت بتهتف ازاي، اكيد ده كان واصل لكم. يمكن حتى امبارح كان في اعداد قليله قوي وانا وحمدي بنتكلم، فبقول له انت ايمن يا حمدي كنت سامع الناس اللي عماله بتشجعكم، بالرغم من العدد كان فعلا قليل، بس قال لي اه كنت سامع، انا جسمي كان بتتكلم، انا جسمي كان بيقشعر. اتكلم على الاحساس ده قبل الماتش. انا كلنا اتمنى ان الجمهور يرجع يعني، قبل يعني من ساعه ما طلعت من الناشئين لعبت في الفريق الاول في كل كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن سيد معوض وكل العظيم دوت اللي كان في النادي الاهلي. وبعد ما رجعت برضو شفت فترات الحزن على الجمهور بتبقى عامله ازاي وفترات الفرح بتبقى عامله ازاي، بالذات ان البطوله دي غايبه بقى لها 7 سنين عن الاهلي. طبعا الجمهور كان في اشد الاحتياج للبطوله ديت عشان يفرح، فالفرح بتاع الجمهور احنا كنا شايفينه من قبل الماتش ازاي هيفرح، ولا قدر الله لو حصل حاجه ازاي هيبقى حزين. فاحنا كان عندنا الهدف الاسمى بالنسبه لنا ان احنا نحقق البطوله دي للجمهور عشان نفرحهم يعني. مش متخيله، او انت مش متخيله كابتن هاني يعني، وانا راجع في الاتوبيس بعد الماتش كميه الجمهور اللي واقفه في الشارع، والناس الناس اللي في الشارع والناس اللي عندي حتى في البلد، في بلد الاهليه، فكل دوت الناس فرحانه مبسوطه بالنادي الاهلي، فدي حاجه احنا انا عن نفسي فخور بيها يعني. اكيد يا ايمن، ولسه كنت بتكلم مع حمدي، هتكلم معاك في نقطتين بسرعه جدا. اولا هو قال لي انا عارف ومتاكد ان ايمن كان هيعمل ماتش عالمي، فبقول لي ليه؟ قال لي عشان كان بيبرق لي، فقلت له ماشي يعني، عايزين ايمن يبرق قبل كل ماتش ارجوك، فيعني ادينا تبرقتين ثلاثه كده قبل كل مباراه. الله يخليك ايمن. لا يعني وانا لما بركز شويه مش ما بهزرش كتير، ما تلاقيني دايما. انا عارفك ايمن، انا عارف. بتمسك السبحه، بيقول بتمسك السبحه بقى وتقعد ايه يعني تعيش بقى كده. هم عاملين معاهده انا هو. بيقول هو عامل معاك معاهده، نسمع المعاهده ايه يا حمدي. لا انا عامل مع حمدي معاهده كبيره. ايوه قول لي بقى ايه بنود المعاهده. بنود المعاهده سريعا قول لي. اه هو انت هو بيعمل لي قهوه كل يوم بصراحه واحنا في المعسكر. ماشي حلو، هو اللي بيعمل لك؟ اديني نمره واحد. مقابل ايه؟ مقابل حاجات كتيره هو عارفها. واحنا نحب نعرفها برضو. لا دي اسرار. ما انت داخل وانت امال قلت ليه؟ امال قلت يعني اسرار دوله دي. يعني عشان هو بيقول لك ليه؟ امال كشف عن المعاهده ليه يعني؟ ما هو اللي كشف عن المعاهده في حاجات تتقال في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. انا عارف يقول لي اتقال. نمره واحد القهوه، ايه تاني؟ لا هو بيعمل لي القهوه بيعملها نموذج يا كابتن يعني، هو جايب مكنه قهوه معاه. ايوه بيعملها نموذج، فلازم اروح انا قبل اي ماتش اروح عنده الاوضه يعمل لي القهوه ونطلع المحاضره مع بعض. فالقهوه دي بتبقى دايما كده طقوس يعني، دي خلاص بقى طقوس عندك. ايوه طقوس. طقوس بيعملها حلو شكله. ايمن انت عايز المكنه قد ايه لك؟ بيعملها طابل حلو. بيقول لك لو عايز نفس الماشين او المكنه نفسها بتاعت القهوه يديها لك، بس ما اعتقدش انت لازم تروح عنده. لا 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 انا اجيب لك واحده ثانيه، انا اجيب لك واحده ثانيه. حبيبي مين اول واحد كلمك بعد ما الماتش خلص؟ اول حد كلمني كان اخويا. ايه؟ محمد اشرف اخويا. محمد اشرف. كان هو يعني انا محمد اخويا
يعني فرحان يمكن اكتر مني في البلد، شالوه في البلد واكن انا اللي بيشيلوه في البلد عندنا، اكتر من 3000 واحد كان تحت البيت عندي طبعا فرحانين. ده غير اللي مش عارفين يوصلوا. انا بشكرهم جدا الناس، بشكرهم على الهواء، بشكر بلدي واهلي واصحابي اللي هم كانوا فرحانين وفخورين بيا، يعني انا فخور بيهم ان انا قدرت افرحهم. لا بس انت دايما كمان يا ايمن تستاهل كل خير بصراحه، عملت مباراه اكتر من رائعه، وزي ما بتكلم هي مش المباراه عشان مباراه كبيره ومباراه بطوله فالناس شايفاها بشكل مباشر، لكن المشوار لما بنقيس، انا دايما بقيس مشوار اللاعب في البطوله، اعتقد انت من الناس اللي عملت مشوار طويل جدا ومشوار رائع في البطوله الافريقيه، فتستاهل طبعا كل خير. ومن الجزئيه دي سؤال اخير ليك، التوتر اللي حصل او انتوا شايلين مش هقول الهم لكن شايلين ضغوط كتيره جدا ومسؤوليات كتيره جدا، ده اللي خلاكم يمكن في جزء من المباراه بدايه المباراه ما كانتش على المعهود بتاعنا ان احنا اللي بنبيلد اب من تحت واحنا اللي بنمسك والاستحواذ والقصه ديت، ممكن تكون ده هو السبب يمكن الغير فني شويه انه ظهرته بالشكل ده خلال الشوط الاولاني. والله يا كابتن يعني يمكن من الاسباب الرئيسيه فعلا زي ما انت بتقول، احنا جبنا جون اول 5 دقائق، ففي لعيبه او يعني كلنا لقينا على الجون وحسينا ان احنا في تراجع كده، لكن احنا مش الطبيعي ان المفروض نعمل كده يعني. صحيح. احنا الطبيعي ان احنا نلعب لعبنا 90 دقيقه، هو ده النادي الاهلي. صحيح. لكن وارد طبعا ضغط يعني مش ضغط الجماهير، عايزين نفرح الجمهور، بقاله البطوله غايبه بقالها كتير، فطبيعي يعني مش طبيعي، بس الامور كانت بالنسبه لنا كنا خايفين على الجون، فاللعيبه رجعت ورا شويه، اتضغطنا شويه الشوط الاولاني، لكن الحمد لله قدرنا نرجع بين الشوطين نتكلم مع بعض ونحفز بعض ان احنا لا يعني لازم نلعب لعبنا، وتقريبا الشوط الثاني يمكن افضل شويه افضل طبعا الاولاني. افضل كتير من الشوط الاولاني، قدرنا نوصل بكام كوره، وطبعا الكره بتاعت قفشه ديت الحمد لله نهت المباراه يعني. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. لله. احنا بنشكرك جدا يا ايمن، انت برضو من اللعيبه المقاتله في الملعب، وواضح ده جدا ويعني بشده ما شاء الله. عمل 2 تاكلينج، كنت هجيبك من اوضه اللبس وانا قاعد في التلفزيون بتفرج عليك ما شاء الله يا ايمن. لا يعني يا كابتن انت اكيد ادرى مني يعني، التاكلينج دي بتبقى على شعره. ايوه صح. الثانيه ممكن تعمل فاول، ممكن صح حد يروح على الجون يعدي منك، فبتبقى على شعره لو انت مش ضابطها بالوقت المناسب، لكن الحمد لله في توفيق كبير من عند ربنا طبعا. بشكر ربنا وبشكر اللعيبه الرجاله، روحنا كلنا كانت يعني انا كنت حاسس ان احنا هنكسب، وكنا بنقول لبعض في الملعب ان احنا هنكسب، فالروح ديت هي اللي خلتنا نوصل فعلا ان احنا ناخد التسعه. هي دي روح النادي الاهلي، ودايما دايما بالتوفيق ليك ايمن، وان شاء الله منتظرين بطولات اكتر واكتر باذن الله الفتره اللي جايه يا رب. يلا شدوا حيلكم، شدوا حيلكم، جود لك يا ايمن، الف مبروك.